السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. حبيب قلبي أصدقاء القناة، النهاردة معانا وصفات مختلفة ومنوعة لسناكس للكبار والصغار، جميلة جدا هتعجبكم، جربوا الوصفات معانا. هنا أول حاجة في طبق كبير هننزل بشوية من الكورن فليكس والسوداني وشوية من السوداني المحمص وشوية من البندق المجروش وحبات من الشوكولاتة، وهنكون مجهزين صوص الشوكولاتة. هتسيحي 2 قالب شوكولاتة على حمام بخار مائي، وهتنزلي عليه بالخليط كده وهتقلبيه كويس جدا جدا، وبعد كده هتاخدي بالمعلقة شوية بشوية كده وترصصيها على صينية وتدخليها التلاجة ساعة، هتجمد وترشي عليها فستق مفروم او اي مكسرات مفرومة وتقدميها كده كسناكس لذيذة جدا. الوصفة اللي بعد كده معانا كوباية من الشوفان وعليها كوباية من المكسرات المجروشة وكوباية من الفواكه المجففة ومقطعة قطع صغير وسوداني برضو، وهننزل عليهم بكوباية من العسل الأبيض وهنقلب كويس جدا المقادير في بعضها كده بالشكل ده، وعلى صاج الفرن هنفرشه بورق زبدة. هنفرد الخليط بتاعنا بالشكل ده بعد ما قلبناه كويس، هنفرده وبعد كده هندخله الفرن ربع ساعة، بعد كده هنشيله ونقلبه شوية كده، هنطلعه نقلبه كويس، وبعد كده هنسيبه هندخله تاني الفرن كمان 10 دقايق، وبعد ما يحمص خالص بالشكل ده كده هتقدميه بالشكل ده. هتضيفي منه في طبق في الأطباق بتاعتك، وهتضيفي منه وهتضيفي عليه حليب جوز الهند او حليب عادي او كريمة بالشكل ده كده، وحبات من التوت او الفواكه المقطعة قطع صغير كده او مكسرات مفرومة زي ما تحبي، وتقدميه بالشكل ده كده جميل. كل دي افكار ان شاء الله تعجبك جدا. معانا هنا عيش، اي عيش يكون رقيق عندك بالشكل ده كده، هتقصقصيه على شكل مثلثات وهتقسميه على 3 اكياس، وهتتبليه بالتوابل اللي بتحبيها ومعاهم معلقة كبيرة من الزيت. طبعا هتضيفي الملح والزعتر او الريحان واي توابل انت بتحبيها او بتفضليها بتضيفيها، وتضيفي عليها الزيت بالشكل ده كده، وتعمليهم بنكهات مختلفة زي ما تحبي، وكمان ممكن تضيفي عليهم اجبان، رشة من الاجبان المبشورة والزيت والتوابل، وبعد كده هتقلبي كويس جدا في الكيس بالشكل ده كده، كل نكهة لوحدها هتقلبيها كويس جدا، وعلى صاج الفرن مفروش ورق زبدة هتفرديهم كده بالشكل ده، وبعد كده هتدخليه الفرن ربع ساعة يحمص ويقرمش كده بالشكل ده، وتقدميه للأطفال أو الكبار. وصفات وافكار جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. لو اول مره تشوفي القناه اشتركي معنا وفعلي الجرس، معنا كل يوم افكار جديده وصفات سهله وسريعه، فعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. الوصفه اللي بعد كده في طبق كبير هنقطع برضو عيش يكون رقيق عندك بالشكل ده كده، وهتضيفي عليه كوبايه كبيره من الحليب، وهتضيفي عليه بالطين، وعندنا اجبان مختلفه، ميكس من الجبن، جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا. هتقطعي هتبشريهم او تقطعيهم قطع صغيره بالشكل ده كده، وهتبشري الاجبان وهتضيفيها على الخلطه بالشكل ده كده، وهتقلبي كويس جدا جدا بالشوكه
لحد ما يكون يصير معاكي بالشكل ده كده. وبعد كده في طاسة على النار فيها رشة من الزيت، هتنزلي بالخليط بالشكل ده كده وتقلبيه على الجنب التاني لحد ما يحمر على نار هادية جدا، لحد ما يستوي ويحمر كده، وبالشكل ده كده هتعجبك جدا، جربيها. الوصفة اللي بعد كده معانا برضو العيش، هتقطعيه على شكل مثلثات بالشكل ده كده وهتضيفيه في الطبق عشان هتعملي له النكهة بتاعته. البابريكا، لو حابة تضيفي شطة، بهارات، بهارات فراخ، بهارات جبنة، اي بهارات انت حباها او تفضليها بتضيفيها، وعليها شوية من الزيت وبتقلبي كويس جدا جدا. هنسيبهم على جنب ونعمل شوية من الخضروات مع بعض، هتتقدم مع العيش. معانا الطماطم هنقطعها قطع صغيرة، والبصل قطع صغيرة بالشكل ده، وفلفل الوان، ومعانا اقصد الفلفل بتاعنا مشوي هيبقى مستوي، هيتقطع برضو قطع صغيرة، وبقدونس هتقطعيه برضو قطع صغيرة جدا. ومعانا الذرة اللي بتكون جاهزة، المعلبة الجاهزة المسلوقة الجاهزة دي، وعصير ليمون. هتضيفي بقى كله على بعض، الذرة والطماطم والفلفل والبقدونس وكل الخضروات اللي قطعناها، البصل وكل الخضروات اللي قطعتيها وجهزتيها، تضيفيها وعليها عصير الليمون وشوية من التوابل، وهتقلبيها كويس جدا جدا، وهتقدميها جنب العيش. طبعا العيش بعد ما تبلتيه ونكهتيه بتدخليه الفرن ربع ساعة، وهتطلعيه تقدميه جنب الخضروات دي، صحية جدا ولذيذة كسناكس برضو، جميلة جدا هتعجبكم. الوصفة اللي بعد كده معانا 4 بيضات في طبق كبير، هي عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود والبهارات، هنقلب كويس جدا. ومعانا بقدونس مفروم وميكس جبن مفرومة، هننزل بيها على البيض وهنقلب كويس جدا جدا. معانا بقى عيش توست مقطعينه قطع رفيعة بالشكل ده كده، هنضيف عيش التوست بعد ما نقطعه قطع كده بالطول في الخلطة بتاعتنا، ونغطيها خالص بيه، وفي طاسة على النار فيها رشة بسيطة من الزيت هندهنها بالفرشة زيت، وبعد كده هنحمر التوست بتاعنا بعد ما نغطيه بالخلطة بتاعتنا خالص بالشكل ده كده. هنحمره من على كل جنب، من الجنب ده والجنب ده خالص بالشكل ده كده، ونقدمه كسناكس بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جربوها. الوصفة اللي بعد كده في طاسة على النار هننزل بكوباية كبيرة من الذرة المعلب الجاهز، وعليه نص كوباية من الكريمة، كريمة الطبخ بالشكل ده كده، وهنقلبهم كويس جدا. وهنضيف معلقة كبيرة من الزبدة عليهم على نار متوسطة، وهنقلب كويس جدا لحد ما الزبدة تسيح. دقيقتين تلاتة كده. بعد كده معانا ميكس جبن، جبنة رومي مبشورة، جبنة شيدر مبشورة، وجبنة موتزاريلا، معانا ميكس جبن مبشور هنضيفهم كلهم، وهنقلب كويس جدا على النار، على نار متوسطة كده لحد ما الأجبان تسيح معانا بالشكل ده وتسيح مع الكريمة. خمس دقايق كده على النار مع التقليب المستمر بالشكل ده كده، هتبقى معاكي بالشكل ده كده، يكون الأجبان ساحت كلها والكريمة والزبدة والذرة بالشكل ده كده.
زي ما انتوا شايفين. خلاص كده بقى هنبدأ بقى في اطباق التقديم، نضيفها وممكن تحط لها اي نكهات على الوش كده وتقدميها، لذيذة جدا جدا، جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. يعني ممكن تضيف لها زي مثلا الدوريتوز الحار على الوش كده وتقدميها للاطفال او للكبار كسناكس كده، جميلة جدا، وصفات لذيذة جدا. جربي اي وصفة تعجبك ان شاء الله، الوصفات تعجبكم. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.